اللبنانيون المتوافدون من لبنان وسوريا أستراليا فرنسا وبريطانيا إيطاليا وأرمينيا والكويت ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجميع الناطقين باللغة العربية، نرحب بكم في هذا المزار المقدس في عيد قلب مريم الطاهر وعيد ميلاد يوحنا المعمدان لنتذكر عمادنا ونحن حاملون هذه المشاعل ولنتأمل أسرار المجد. آلاف اللبنانيين زاروا البرتغال ب 24 و 25 حزيران 2017 للمشاركة بيوم لبنان في فاطمة لمناسبة المئوية الأولى لظهورات فاطمة. من كل أنحاء العالم حضروا. فاطمة من بين أكثر المزارات المعروفة عالمياً للسيدة العذراء، ومن 100 سنة والحديث عن الظهورات لا ينتهي. اللبنانيون شاركوا برحلات أقيمت للمناسبة جمعت بين السياحة والمراكز الدينية. ليل مدينة فاطمة كان مميز ب 24 حزيران، الجميع يحمل الشمع المضاء ومسابح الصلاة. تطواف بتمثال فاطمة وصمت وطلبات من القلب لمريم العذراء، والجميع حملوا هالطلبات ووضعوها عند أقدام مريم، بينهم طلب واحد للجميع: السلام للبنان والمنطقة. فاطمة إلى أهمية مثل أهمية كل الزهورات بالعالم، وأهميتها أنه هي عم تجي يعني كل مدة بالعالم بصير في زهورات ونحن بنعرفهم. هل الزهورات هذه بصير ترجع تحفز المؤمنين وتعطيهم القوة تيرجعوا من جديد يتذكروا أنه هن عندهم مسيرة خلاص، أنه هن عندهم هدف يوصلوا للسماء، ومش وهدفهم مش الوصول الفردي للسماء. يعني الظهورات على صعيد العالم اللي بتنتشر على صعيد العالم هدفها تخلي كل العالم يتذكر ويقوي مسيرته نحو الله كجماعة مسيحية مؤمنة.
بهالإطار هيدا بتندرج زهورات فاطمة حتى ترجع تذكر الناس إنه نحنا مش بهالعالم تنبقى بهالعالم، نحنا هدفنا العالم الآخر اللي هو الاتحاد بيسوع المسيح. الزيارة لمدينة فاطمة بالبرتغال منا زيارة عادية. هالمدينة بتبعد عن العاصمة لشبونة نحو ساعة ونص، وبتتميز بالأشجار وبالمناخ البارد بالشتاء والحار بالصيف. مدخل فاطمة بيستقبلك بمجسمات للرعاة الثلاثة. فاطمة اسم لمدينة اشتهرت مع الأطفال الثلاثة فرانشيسكو، جاسينتا ولوسيا بعام 1917 لما ظهرت عليهم مريم العذراء وأعطتهم رسالة من ثلاث أجزاء. بشوارع المدينة بتكتر محلات التذكارات وأكيد المطاعم والفنادق، وبتطل عليك ساحة المزار وبازيليك سيدة الوردية. يوم لبنان في فاطمة مهرجان روحي، هيدا مهرجان روحي لأنه كان إذا بدك تيست، كان فحص، مش عارف شو بدي استعملها محل فحص، حتى نشوف قديش الناس مهتمين، قديش الناس بعد عندهم هالعبادة وهالتكريم لمريم العذراء. بهالإطار هيدا تلبية شعب لبنان يلي بلبنان وبالعالم كله كان له أهمية كبرى، تيقولوا نحن مريم بالنسبة لنا هي مريم العذراء وهي أم الله وهي إلى أهمية كبرى بمرافقة ابنها بتاريخ الخلاص وبخلاص البشرية. نحن جايين من باريس مع باليريناج مع الفوية اللبناني نوتردام دو باريس، وجينا من امبارح على فاطمة، وكنا نزلنا بليسبون بعدين جينا مع فاطمة وقضينا امبارح السهرة مع البترك بفاطمة. يوم لبنان بفاطمة كان الأحد 25 حزيران 2017. قديس ترأس البطريرك الماروني الكارديينال مار بشارة بطرس الراعي، وبمشاركة بطريرك السريان الكاثوليك يوسف يونين وعدد من المطارنة والكهنة اللي حضروا من كل أنحاء العالم. وتم خلال القداس تجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر. يعني مريم هي طلبت تكريس العالم كله لقلها مش بس لبنان. هلأ لبنان كان من أوائل إذا بدك أساقفة لبنان وبطاركة الشرق، هن الأوائل اللي لبوا هالدعوة هيدي، لبوا هالدعوة يعني هن اللي صدقوها وهن آمنوا فيها وهن عندهم الغيرة والقوة تيكرسوا شعبهم ويكرسوا أرضهم لقلب مريم الطاهر. هيدي شغلة كتير مهمة، وهيدي شغلة كمان كانت مثال يعني بيحتزوا فيها الدول الأخرى. توني بريدي من كاليفورنيا، نحن جايين من لبنان، جايين نحتفل بهالنهار التاريخي العظيم، ونطلب ترد عن لبنان وتحط ترجع البركة لعقول هالسياسيين ليحطوا to put Lebanon on the right track، تعطي لبنان عافية وبركة، ولبنان أرض القداسة والرسالة والبخور، وإن شاء الله لبنان بيضل هيك، ضل بقلوبهم لضلوا مجتمعين مثل ما شفناهم مجتمعين هون. يعني كان في 15,000 نسمة من اللبنانيين بفتكرهم مجتمعين على قلب واحد، قديس رائع، هذا حدث تاريخي لا ينسى. هللويا هللويا هللويا. وبالروح حارين وللرب عابدين وبالرجاء فرحين. Thank you.
علي عزار، جايين من لبنان أنا وبناتي. نحن كثير مبسوطين لأنه شاركنا بهالحدث اليوم بفاطمة. يعني منكرس لبلدنا أكيد والشرق، إن شاء الله يا رب عم السلام وين ما كان. وأنا جاي خصوصا كمان تكرس لعائلتي ولادي. اللي حبيته يعني كتر خير الله إنه القداس وهالأربع أيام مرقوا على خير وسلامة، كانوا كلهم صلاة، كان كل ليلة عنا المسبحة، كان عنا وعظ كل يوم من الأبونا، مش بس صلاة الصبح، حتى الوعظ الساعة 11 بالليل، يعني كان شيء رائع. جو إن شاء الله الله يتقبل منا من أجل بلدنا لبنان، من أجل الشرق الأوسط، يتقبل من كل إنسان حط لبنان بين إيدي بقلبه وحطه قدام الله. شيء بالقداس اكيد حسينا بشيء كثير خشوعي حلو، وهذا الشيء الحلو انه نحس اللبنانيه كلها عم على فرد قلب متفقين ومجتمعين هون، كلهم جايين من كل البلدان وكلهم على فرد هيك فرد قلب وعم بيصلوا بكلهم من قلبهم. هذا الشيء الحلو فيه بهالقداس كان، وان شاء الله تضلنا وان شاء الله تضلنا على هالقلب وعلى بهال بهالايمان الحلو. بسمه السماء يا حنان الامين يا وجه الرجاء الروح. اول شيء الله معكم من فاطمه، من رحب فيكم كلكم، من لكم انتم بصلاتنا، ونحن جايين من سيده لبنان من الرعيه المارونيه بفرنسا بباريس، وجايين نصلي ونكرس لبنان للسلام، يزرع ربنا مش بس بلبنان، بسوريا وبالعراق وبالاردن وبفلسطين وب مصر وبكل بلدان الشرق، خاصة كمان بفرنسا لأنه كمان نحن عندنا مشاكل كمان مش هينة، فيزرع بالقلوب الرحمة والحب والسلام والتأخي بالعالم، لأنه من دون سلام نحن بلدنا وأرضنا وكوننا كله بيتحطم. هيدا الأساس، وكلنا منقول للعذراء نحن منحبك، من كل الأديان بحبوا العذراء لأنه هي أم الكل وام العالم وام الرحمه الالهيه. وهون الجميعه كلكم بتحبوا العذراء اكيد، نحن بنكرس كل لبنان للعذراء، وربنا يبارك كل العالم ويزرع بقلوبهم السلام. امين، هللويا. نعم، يبقى لبنان رساله السلام والتاخي بين كل العالم. امين. وكانت زيارة أكيد لمنطقة الجستريل بالبرتغال حيث ولد الرعاة الثلاثة، كذلك زار البطريرك الراعي المنطقة مع الأخت غلوريا معلوف من راهبات القربين، وأيضا كانت زيارة لمنازل الأطفال. ولابد هون من زيارة الأماكن الأولى لظهورات الملك.
علاقه اللبنانيين مع مريم العذراء ما في لزوم انا اعطي فيها شهاده. اللبنانيين مع علاقتهم مع مريم العذراء علاقه مميزه جدا، وعلاقه مش من هلا، علاقه عن ايام يسوع المسيح. مريم العذراء ويسوع ياما اجوا بشروا بقرى سور وصيدا، قرى سور وصيدا يعني مش سور وصيدا، كل المحيط طبعا. ولبنان وايام يسوع لبنان يعني ما يمكن ما كان مقتصر على سور وصيدا وقراهم، يمكن امتد لبيروت ولجبال، بس الانجيل حكي عن هالقرى هيدي لانه صار فيها حوادث مميزه بتساعدنا على ايماننا تزيد. ارضنا ارض مقدسه، وعلاقه اللبنانيين مريم العذراء هي علاقه مميزه جدا. ومنتابع جولتنا السياحية الدينية على أرض البرتغال مع الوفود اللبنانية، ومنتعرف أكثر وأكثر على مناطق هالبلد اللي بيقع بأقصى غرب القارة الأوروبية. ومن البرتغال ننتقل لإسبانيا، وتحديداً لمدينة بونتيفيدرا، تقع بشمال غرب إسبانيا ونالت العديد من الجوائز العالمية. بونتيفيدرا أو الجسر القديم، سكانها بحدود 100,000 نسمة وفيها 15 أبرشية، تتميز بكنائسها القديمة والنهر اللي بمر فيها والجبال المحيطة. الرأي لظهورات مريم العذراء الأخت لوسيا كانت من أبرز جولات الوفود اللبنانية. أول دير دخلته الأخت لوسيا كان بإسبانيا واسمه دوروتي، كان عمرها 18 سنة وذلك بالعام 1925. ولدت لوسيا ب 22 أدار حسب ما قالوا الأهل، إنما هي فبتقول ب 28 أدار لعام 1907، وتوفيت ب 13 شباط عام 2005 يعني عن عمر 98 سنة. الوفاة كانت بالبرتغال. بعمر 6 سنين كانت قربانتها الأولى، والكاهن كان رافض لهالشي لأنه لازم يكون عمرها 10 سنوات. كاهن يسوع شافها عم تبكي وأصرت إنها حبة تتناول جسد الرب، فقال هالكاهن لكاهن الرعية لوسيا بتعرف إشياء كتير أكتر منها، وكانت المناولة الأولى. بعمر 14 سنة دخلت إحدى مدارس منطقة بورتو بإسبانيا، وبالعام 1925 دخلت إلى منطقة على الحدود مع البرتغال مثل ما قلنا هي بونتيفيردي. قدمت نذورة عام 1928 وارتسمت بالعام 1934 وأخذت اسم ماريا داس دوريس بعد ما طلب من رئيسة الدير ما حدا يعرف مين هالأخت، وأنه هالأخت تلتزم الصمت بكل شيء بتعلق فيها وعدم الكشف إن رأيت فاطمة.
بعشرة كانون الأول 1925 وكانت أصبحت بعمر 18 سنة حصلت على رؤية الطفل يسوع مع والدته مريم، وكان الطلب من لوسيا أنه تقول للناس الاعتراف والمناولة كل أول سبت من الشهر تكفيراً عن الخطأ. عام 1929 طلبت مريم العذراء من لوسيا تكريس روسيا لقلب مريم الطاهر، وكان عند لوسيا نعمة رؤية الثالوث الأقدس. والمكان ممنوع تصويره داخل الدير، ولكن ومنعترف هون انه سرقنا المشهد سرقة. وبجانب دير دوروتي حديقة صغيرة فتحت وسمح بالتصوير، حيث الأخت لوسيا شاهدت الطفل يسوع وتم وضع تمثال لما شاهدته بالمكان ذاته. اسمي ايدي صافي، جيت لهون تأشكر العذراء على كل النعم اللي عطيتني اياها. اول شيء كنت مردد، ما كنت حابب اجي لانه كلهم بيقولوا لي ما عنا عذراء بحريصة، عنا عذراء هون ما في لزوم تروح. قررت اجي لهون لانه في كتير اشي عطيتني اياهم العذراء وحابب انه اشكر عليهم هون من مطرح ما ظهرت بفاطمة سنة 1917. شعور كتير حلو، بقول لكل واحد يجي لأنه عن جد في نعم كتير كبيرة وكتير حلوة بهالمنطقة وبهالمحل اللي نحن فيه. كوينبرا مدينة مهمة عبر تاريخ البرتغال، وزادت أهميتها لما أصبح معروف أن الأخت لوسيا عاشت فيها وهي إحدى الأطفال الثلاثة بعد ظهورات السيدة العذراء. C'est du couvent des Carmélites, le Carmelo de Sainte-Thérèse, un couvent qui a été fondé au milieu du XVIIIe siècle. Et c'est ici où on trouve le mémorial dédié à la sœur Lucie, une des bergères qui a vu l'apparition de Notre-Dame de Fatima trois fois en 1917. La sœur Lucie, elle est rentrée dans ce couvent en 1948. En 49, elle était déjà une sœur religieuse et elle a habité ici jusqu'à sa mort en 2005. Après, son corps a été transféré vers le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima où elle repose à côté de ses cousins. Alors, on a Jacinthe et François. La sœur Lucie, elle a écrit ici ses mémoires qui parlaient des apparitions de Fatima, qui parlaient des apparitions de l'ange, qui parlaient aussi sur leurs plusieurs épisodes de sa vie et aussi la vie de ses cousins. Mais alors c'était ici où on peut voir le reste de la vie de sœur Lucie, toujours dédiée à Dieu, dédiée à Notre-Dame de Fatima. إذن بكوينبرا هي المنطقة الثالثة المعروفة أكثر شيء بالبرتغال.
العاصمة الثالثة يلي فيها أحد أهم الأديار واللي أصبح معروف بكل أنحاء العالم لأنه عاشت فيه الأخت لوسيا، عاشت فيه معظم أيام حياتها كراهبة داخل جدران هذا الدير. بالعام 2005 توفيت ونقل جسمينا بالعام 2006 إلى فاطمة. زيارة كتير حلوة، نحن دايماً معودين بلبنان على طول زيحة العذراء، لأنه العذراء عنا نحن، الإيمان عنا نحن، نبع من عنا نحن الإيمان والمحبة ليسوع وللعذراء. مشان هيك نحن اللي قضيناه بالحروبات هي اللي شفاعتنا كانت وحميتنا، فنحن جينا على فاطمة بمناسبة المئوية، جينا نتشكرها للعذراء وين ما كانت، هي حميتنا وهي حرستنا ونحن شعب المؤمن، ولازم يزيدوا الله يزيدون المؤمنين. دكتور غسان أهواجي، جاي من لبنان مع عائلتي، ابني جسكار، ابني جوي، مدامتي كارلا، جايين على فاطمة حتى نكرس عائلتنا لأمنا مريم العذراء، لأنه هي بهالمنطقة بهالبلد هي طلبت التكريس لقلب الطاهر، ونحن حبينا كعائلة نلبي هالنداء نتكرس كلنا سوا لقلب مريم الطاهر، وجاي يسلم هالوديعة اللي أنا مشيت فيها سلمها لأولادتنا سوا مشان هن يستمروا فيها بكرة ويسلموها لأولادهم ويتابعوا بعدين بحياتهم، لأنه بعتقد لما الإنسان بيتكرس هو وعائلته بيكرس حياته لقلب مريم الطاهر، بعتقد هذا طريق الخلاص وهي الطريق الأمين الأكيد يلي نوصل فيها لربنا يسوع المسيح. بقى هذا اللي جاي عنه فاطمة، وجاي أشكرها كمان السنة لأنه السنة ابني تخرج بدوزيام بارتي بلبنان، وجاي قلها بشكرك على كل اللي عملتيه معنا وصلتينا لهون، ونحن ممنونينك يا أمنا مريم على كل النعم يلي اعطيتنا إياها بواسطتك، خدناها من ابنك يسوع المسيح، وبقلها جاي منحبك ونحن عسكر عند أمنا مريم العذراء، بقى منحبها. هذا إيفنمان كتير مهم، خاصة يلي مكرس لقلب مريم الطاهر وكان دايماً عم بيقدس ويعني بيعرف شو أهمية إنه التكريس، فكنا محضرين له من قبل من نحن وبلبنان. يعني بالحج الواحد بيوقف على مشارف حياته وبيطلع عليه. نحن لما نزور أماكن حلوة بنوقف بأحسن فيو تنقي أحسن منظر نصوره مشان ناخذ صور حلوة. بقى بدنا نطلع من حالنا وناخذ أكثر محل نقدر نشوف حياتنا منه ونطلع على حياتنا، نفحصها ونعمل فحص ضمير نشوف حياتنا كيف ماشي. هيدا هو الحج. حبيت السما وقت الصلاة بالليل، يعني العذراء كانت معنا، الكل كان الحمد لله الحمد لله، كان هو العذراء معه. بين يديك وأنت
شاركنا ببرنامج وردية لبنان يلي بيطلع على برنامج أجندة اليوم، وبالسحب ربحنا كاتيا أشقر، طلع الاسم نحن ربحين. فبنشكر العذراء على هالعطية اللي عطتنا إياها وهالنعمة، والحلو أنه كنا مسجلين 3 أشخاص من العائلة بس أنه نشترك بهالرحلة، فبفضل التيكيريا اللي ربحناها جينا كلنا، فعائلتي كلها هون أنا وجوزي وولادي الثلاثة. مرسي للعذراء يلي سمحت لنا أنه نكون موجودين معها. نحن بنعرف أنه هذا الكادو هو مشان تعطينا معه رسالة وتسلمنا أهم شيء وديعة نمشي فيها بحياتنا. نحن واثقين أنه العذراء بدينا بقلب جسد ابن السري نكون الشعاع والنور يلي بيدل الآخرين على قلبه، قلب يسوع المقدس. بلا أمي يا أمي أهديك ذاتي، قلبي روحي حبي حياتي، عنيقي فرحي وجراحاتي، وحميلي دوما للرب صلاتي، عنيقي فرحي وجراحاتي، وحميلي دوما للرب صلاتي. انا بدي اقول انه رساله فاطمه هي رساله للعيله. نحن من العيال يلي الرب أنعم كتير عليهم بنعمة أمنا مريم العذراء، رجعت جماعتنا ودعيتنا لحتى نكون عن جد عيلة مثالية بالمسامحة بالمحبة وبالاتحاد. من هيدا المنبر بالذات بصلي على نية كل عيلة عم بتقطع بتجربة التفكك، بتجربة الابتعاد، بتجربة عدم المسامحة، وبشكر الرب لأنه بنعمة روحه بنعمة وبركة أمنا مريم العذراء نحن اليوم هون. مرسي. اشتهرت مدينة بلازار البرتغالية بعد العام 2004 بعد ما أعلن البابا يوحنا بولس الثاني ألكسندرينا ماريا داكوستا طوبوية على مذابح الكنيسة، وهالمدينة تقع بين مدينة فاطمة والحدود الإسبانية البرتغالية. زيارة لبيت ألكسندرينا بيقلنا إنه هالفتاة ولدت ب 30 أدار 1904 وتوفيت ب 13 تشرين الأول 1955 وتركت العديد من الأعمال المكتوبة. ترك والدها وترك كل العيلة لما كانت كتير صغيرة، وأرسلت للعمل بمزرعة بعمر 9 سنين، وبسن المراهقة بدأت العمل ببلازار كخياطة مع شقيقتها ووالدتها. بلازار هي المنطقة الموجودين فيها هلأ بالبرتغال، وهي قريبة من مدينة فاطمة. لازم اللبنانية اللي بيزوروا هالمنطقة أيضا يزوروا بيت الطوبوية ألكسندرين. قصة هالفتاة الشابة يلي ممكن تحصل مع أي واحد منا، هي جبهتها على طريقتها، هي اللي كانت غير مؤمنة وتغيرت حياتها كليا من بعد ما تعرفت على يسوع. منزل ألكسندرينا مشرع أمام الزوار، من حديقة صغيرة خارج المنزل بتغطيها عريشة، أما بالداخل فالأواني والقطع والمفروشات ما زالت محافظة على مكانة بالبيت. Thank you.
وبتقول ألكسندرينا أنه لما راحت مع بنات رفقتها للريف التقطت زهور وكانت تستخدمها بوقت لاحق لصنع السجاد لكنيسة سيدة الحزن ببوفوا دي فارزيم. بعمر 14 سنة وبسبت النور عام 1918 حادث غير حياتها. حاول صاحب عملها السابق مع ثلاث رجال آخرين اقتحام غرفتها، ولإنقاذ طهارتها أفزت ألكسندرينا 4 أمتار من هالشباك، بالكاد بقيت على قيد الحياة. كسرت عمودها الفقري وبقيت 5 سنين تجر نفسها للكنيسة، وعانت تباعا من شلل تدريجي أوصلها إلى الفراش عام 1925، وظلت تعاني بالفراش لمدة 30 سنة. كان الرعية قدم لها تمثال لقلب مريم الطاهر، وطلبت مذبح صغير ليتم تثبيته على الجدار بوجه سريرة، حيث استضافت أيضا تمثال سيدة فاطمة وزينته بالورود والشموع. وبعد طلبات عديدة من الفاتيكان لتكريس قلب مريم الطاهر، تمت الموافقة من البابا بيوس الثاني عشر، واعترف الكرسي الرسولي بعلاقة ألكسندرينا مع قانون التكريس العالمي لقلب مريم الطاهر بمقال عن حياتها وفضائلها، وذلك عام 1941. بكانون الأول 1938 كانت بدأت ألكسندرينا تتواصل بانتظام مع الأخت لوسيا، ومن أدار 1942 وحتى وفاتها يعني لمدة 13 سنة لم تتلقى ألكسندرينا أي طعام إلا الإربان المقدس، وانخفض وزنها ل 33 كيلو، وبقى الطب عاجز أمام حالتها بالرغم من كل الفحوصات والإجراءات الطبية اللي خضعت لها. وكانت تعيش ألام المسيح كل يوم جمعة رغم حالة الشلل لديها، وكانت تنزل من السرير وتعيش كل لحظة من مراحل صلب المسيح مع حركات وأوجاع رهيبة خلال 3 ساعات. واستنادا إلى نصيحة الكاهن احتفظت شقيقتها بمذكرات أختها وتجربها الصوفية بالعام 1944، وانضمت إلى اتحاد ساليزيان المتعاونين وتقدم معاناتها لخلاص النفوس وتقديس الشباب. وأصبح عيد ألكسندرينا الرسمي ب 13 تشرين الأول، يعني يوم مولدها السماوي. الطباوية ألكسندرينا ماريا قصتها غريبة بالشكل، يمكن فريدة مش كل يوم بتصير، ولكن بالجوهر تشبه كل قصصنا مرات كتيرة. هالطباوية تعرضت لعملية تحرش، لعملية أذى، لعملية شر، لعملية خطية، وتتهرب من الخطية وقعت وانشلت، وبقيت كل هالسنين من حياتها عايشة مقعدة، عايشة بالألم من وراء خطية الإنسان. ويمكن هالنقطة تشبه مرات كتير قديش خطية الآخرين بتأذينا، مرات كلمة بتجرحنا جرح كبير، مرات بتنزعل ناصيتنا، مرات جروحات الآخرين وخطاياهن بتنزع حياة عيلة، بتجرح ولد لعشرات السنين من حياته. والمسيحي شو بيعمل قدام هالألم يلي مش جاي من عوامل طبيعية، منه شر طبيعي، هو شر معنوي جاي من أذية الإنسان، جاي من خطية الإنسان. الإنسان عنده طريقين، أو يتمرد ويرد على الشر بالشر، أو يتعرف على يسوع المسيح ويخليه مش بس يسامح، يخليه يعيش هالأذية وهالموت مع يسوع يلي عالصليب كان هو البار القدوس وتحاكم ظلم ومات من أجل خطايا الناس. وهيدي نقطة كتير مهمة إخوتي، لما كانت على فراش الألم وقبل ما توصل إلى أنها تكون مشلولة كلياً كانت عم بتصلي للرب أنه يشفيها. ونحن مرات كتير بنطلب من الله يغير مجرى التاريخ، ولكن الله يلي خلق هالتاريخ بيحب مجراه مثل ما هو،
مش دايما الله مضطر انه يغير مجرى التاريخ ويفوت ضد قوانين الطبيعة. هيدي نقطة كتير مهمة، نعرف انه عمل الله وخلاصه ومحبته داخلين بقلب حياتنا، داخلين بقلب مجرى الشر يلي موجود بحياتنا، ومع يسوع حولت هالفرشة من مكان وحدة، من مكان عقيم، من مكان ما في عمل، إلى مكان مليان. اللي اطلعت بيسوع قالت له أنت ببيت القربان وحدك وأنا على الفرشة هون وحدي، رح نصير أصحاب، بدي يكون مثل الشمعة يلي قدام بيت القربان. لكن بتذكرني بالمزمور، إن يوما على عتبة ديارك خير لي من ألف يوم في مساكن الأشرار. اتعلمت كيف تكون مع يسوع على فرشة الموت، وبطلت فرشي وحيدة، صارت هي وياه على هالصليب هيدا، بطلت مكان عقيم. نحن نفكر الإنسان قوته وثماره لما بيشتغل وبيركض وبيتعب وبيعطي، بالمحل يلي ما كانت قادرة تعطي فيه شيء بقى أبدا، كانت أكثر إنساني مثمرة، مثل يسوع لما كان مسمر على الصليب كان عم بيحقق أكبر عمل. وقت ما كان قادر يعمل شيء كان عم بيحقق أكبر عمل يلي هو فداء البشرية كلياتها، فداء الإنسان على مر كل العصور وكل الأيام وكل الأمكنة. والنقطة الثالثة يلي بحبها بحياتها، عملت خبرة العيش من القربان. مش كل الناس مدعوين يعيشوا بس من جسد الرب، ولكن هيدي علامة، هيدي علامة بترجع بتذكرنا بسر صيامنا، بسر حياتنا المسيحية. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يمكن نحن في كتار بيناتنا ما فيهم يعيشوا بلا ما يأكلوا، بلا ما يشربوا، بلا ما يشتغلوا، بلا ما يطلعوا مصاري، بس نعرف أنه جوهر حياتنا، حياتنا الحقيقية منا معلقة لا بالمصاري ولا بالأكل ولا بالعواطف ولا بالأصدقاء، معلقة بس بهالشخص يلي اسمه يسوع المسيح. وهون إخوتي منكون عم نعرف مع الطبوية ألكسندرينا شو يعني نكفر عن خطايانا وعن خطايا الآخرين، نقبل نتيجة خطايانا ونتيجة خطايا الآخرين ونعيشهم مع يسوع مثل ما عايشهم يسوع، تنحولهم من مكان موت إلى مكان حياة، تنحولهم من أحداث مظلمة بالشر إلى أحداث منيرة بالحب والرحمة والمحبة والتضحية. هيدا النور يلي بيغير وجه الأرض، ومنتأمل مثله يغير وجه حياتنا كيف ما كنا. وبكنيسة بلازار ضريحة طوباوية ألكسندرينا. وكنيسة صغيرة ترفع فيها الصلوات على مدار الساعة من قبل المؤمنين أمام القربان المقدس. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارة، لكن نجنا من الشرير. السلام عليك يا مريم يا
مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا الخطا الآن وفي الساعة الموتنا آمين. الكنيسة الكبرى على اسم الصليب المقدس والليفت ضريحة طوباوية مع ذخائر أطفال فاطمة، الضريح على شكل كتاب الإنجيل، وجسمينا لازال تحت الأرض.